نوزع الموية بصورة إن إحنا نعرفها. وفي هذا المنحى وجهنا أخونا المدير التنفيذي لمحلية ريف الجنوب والأوليف فيما يخص محطات التعدين في جبيدين في عالق والأخرى في موج، إنه إن إحنا نوقف منهم الموية الجاية من أربعات لحين ربنا يجيب لنا الموية، بعد ذلك نرجعها لهم. عندهم الخيار عايزين نجيب موية من البحر ممكن يشتغلوا، ما عندنا مانع، لكن من الآن علي الموية بتاعت أربعات الآن لما نمشي طوال هنقفل، أو أديهم فرصة عشان ذاته يمكن من الشراب وكده. خلي الكلام ده يكون بكرة أنت بعد ما تعلن لهم. ويا عمر، عمر وين؟ أيوه الخط بتاع المحطتين ده اللي يتقفل بكرة يكون ما عندهم موية. هنا بتاعنا الذهب ما اتفقنا مع أخونا علي، لو داري يشتغلوا بالبحر يشتغلوا، لكن الموية جاية من هنا خش السوق ده خلاص وقفت، الناس يعملوا حسابهم بعد ده ما في شغل. ذهب ممكن يمشي، اوريك بالواضح الناس المعاق ديل يقيف معانا، عنده معاق شغل ما يقيف طوال، كنسل له التصديق بتاعه يتخارج يمشي يشيل طواهين ويشيل اي حاجة بتاعته، ما عندنا لعب في حاجات زي دي. نفس الكلام ده ينطبق للشركات الكبيرة، يمشوا الخرطوم ولا يمشوا لندن ما يخصنا، ما الرياب ما اشتغلت معايا تمشي، هنا ما جت اي شركة ما هتشتغل، ما عندنا معايا على اي حاجة. عشان كده انت دي تعليماتك، انا هنجيبها لك مكتوبه تنفيذها ان شاء الله، ونديك معايناتك تخليك انت تنفذ الامر ده. نحن هننظم نفسنا في توزيع المويه داخل المدينه، كلنا هنكون قاعدين هناك وهنوزع التناكر والمويه، التناكر هنديها